أهلاً بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج المرأة في نظر الله. سنتعرف اليوم على امرأة توسلت أن تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. بالرغم أن الكتاب المقدس لم يذكر اسمها إلا أنها ذكرت في إنجيل متى الأصحاح الخامس عشر والأعداد من 21 إلى 28، والتي تقول: "ثم غادر يسوع تلك المنطقة أي الجليل وذهب إلى نواحي سور وصيدا، فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة: "ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي معذبة جدا يسكنها شيطان وفي عدد 23 لكنه لم يجبها بكلمة فجاء تلاميذ يلحون عليه قائلين اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا فأجاب ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل، ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت: أعني يا سيد، فأجاب: ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب في عدد 27، فقالت: صحيح يا سيد، ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها. وهنا أجابها الرب يسوع قائلا: أيتها المرأة عظيم إيمانك فليكن لك ما تطلبين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. أعزائي، عندما نقرأ هذه القصة كما كتبها متى؟ وأيضا مرقص نلاحظ اختلاف في وصف المرأة متى يدعوها امرأة كنعانية نسبة لأجدادها ليحدد قوميتها لقراء من اليهود ليذكرهم بالعداوة المرة التي كانت بين الكنعانيين وبني إسرائيل أما مرقس فيدعوها امراه يونانيه فينيقيه وليس هناك اي تعارض لان لفظ يونانيه او فينيقيه كان يستخدم للتفرقه بين الامم واليهود نلاحظ ان تلك المراه التعيسه كانت وثنيه من اصل اممي جاءت لتحصل على معجزه من الرب يسوع على الرغم من انها كانت من نسل عابدي البعل الكنعانيين الذين نهبوا اسرائيل وهي كام تعاني من حزن شديد بسبب الروح النجس الذي يسكن ابنتها ونحن نتخيلها كامراه ذات تصميم شديد لم تفقد الامل بل لجات الى صانع المعجزات العظيم الذي سمعت عن شهرته طلبا لشفاء ابنتها نلاحظ ايضا ان يسوع الذي ذهب الى السامره حيث لم يكن لليهود اي تعامل مع السامريين ترك وراءه بركه وهنا يزور مكانا اخر وهو صيدا وسور ليصل الى بعض خراف اسرائيل الضاله ربما كان الهدف من رحله المسيح غير المعتاده لهذه المنطقه ان يستريح من عناء السفر ولكنه لم يستطع ان يختفي فقد تبعته شهرته ووصل خبر صانع المعجزات إلى آذان هذه المرأة الفقيرة. لقد خرجت تجري لتكون أول من يقابله وكلها أمل أنه يقدر أن يشفي ابنتها. بإيجاز وبكل وضوح قدمت المرأة الفينيقية دعواها التي تحتوي على ثلاث عناصر لافتة للنظر أول, أول شيء التماسها بكلمة ارحمني إننا في حاجة ماسة أن نعتمد على الرحمة الغنية لمن قلبه مليء بالعطف والرحمة معرفته يا سيد يا ابن داود فعلى الرغم أنها كانت وثنية فهذه الأم الحزينة كانت تعرف سلطان ولاهوت من اسمه كان عظيما في إسرائيل وأيضا بين الأمم رقم ثلاثة بيان حالتها ابنتي معذبة جدا هذه المرأة لم تستخدم لغة الفصاحة لكي تصف التجربه المريره التي تعانيها فالفصاحه ليست ضروريه عندما نقدم حاجتنا للرب لانه يعرف كل شيء عن حاجتنا قبل ان نسال ان المخلص الشفوق الذي لم يرفض اي نداء طلبا للرحمه صمت تجاه طلب هذه المراه لماذا بدا الرب كما لو كان قد سد اذنيه عن سماع تلك الصرخه التي تستنجد به لشفاء ابنتها المعذبه فمن عادته يستجيب في الحال ليعلن عن قوته ولكن في هذه المره كان صامتا وايضا شاركه في صمته تلاميذه كيهود متعصبين لقوميتهم، إذ كانوا يحتقرون الأمم. لم يعطي يسوع ظهره لأحد، ولم يتجنب أي إنسان طلب منه شيء. لقد لبّى نداء بارتيماوس الأعمى، والمفلوج الأعرج، وأخرج شياطين، وأسكت البحر الهائج. وأقام موتى، ولكنه هنا يعطي ظهره للمرأة المتألمة، وهو يحيطها بعدم الاستجابة لالتماسها. بسبب ما نعرفه عن محبة المسيح وعطفه، فإننا لا نستطيع أن نفكر أنه قصد أن يتجاهل صرختها لطلب المساعده ربما كان يعني ان يمتحن ايمانها الذي ثبت انه ايمان حقيقي كانت تتحرك بدافع حاجه ملحه وكانت واثقه ان المسيح قادر على شفاء ابنتها ربما كانت تصرخ باعلى صوتها لكي يسمعها المسيح ولهذا ازعجت التلاميذ لطلبها فرصه لمقابلته لم تهتم برفض التلاميذ لها بل استمرت في صراخها لمقابله من يقدر ان يشفي ابنتها المعذبه طلب التلاميذ من الرب يسوع ان يصرف المراه لانها كانت تزعجهم بسؤالها وهنا تستوقفنا نقطه هامه لم يظهر التلاميذ اي عطف او احساس بحاجه هذه المراه ونحن ايضا احيانا ننشغل بامور كثيره في حياتنا فلا نرى الاحتياجات الروحيه الحقيقيه لمن حولنا ربما بسبب تحامل ضدهم او ما يسببوه من ازعاج ولكن هذه القصه يا احبائي تنبهنا الى الفرص المحيطه بنا لكي نستثمر وقتنا في نشر رساله الله لجميع الناس نلاحظ قول المسيح ما ارسلت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. بهذه العبارة أثار المسيح حماس المرأة وشدد همتها لكي يجعل رحمته ظاهرة. أن يسوع الرقيق القلب المهذب والمحب ما قصد أبدا أن يشبه المرأة بالكلب ولا أن يهينها بهذه العبارة. بل كان يعكس موقف اليهود تجاه الامميين ليبين الفرق بين موقفهم وموقفه فاليهود كانوا يطلقون كلمه كلب على اي اممي غير يهودي ويعتبروهم غير مستحقين لنوال بركه الله لقد رفضت من التلاميذ ومرة أخرى ترفض من المسيح بكلماته: "دع البنين أولا يشبعون، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب". لقد كانت مثل هذه الجملة كفيلة بأن تسحقها، ولكن تذللها مكنها من أن تجاوب بسرعة. وبكل وداعة قالت: نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من فتات البنين التي تسقط من المائدة. إنها لم تجادل الرب يسوع، بل استخدمت الكلمات التي اختارها ووافقت أن تعتبر كلب، ما دامت تستطيع أن تحصل على شفاء ابنتها. إن المرأة الأممية لم تطلب رغيف كامل أو حتى شريحة من الرغيف، بل مجرد الفتات الساقط على الأرض. لقد شعر المسيح بإيمان هذه المرأة المصممة التي تجاسرت وثابرت في التماسها باستماتة. وهنا نرى ابتسامة المحبة والعطف من خلف عبوس المسيح الظاهر فجاءت كلماته لها كالبلسم ايتها المراه عظيم ايمانك لاجل هذه الكلمه اذهبي فقد خرج الشيطان من ابنتك لقد انتهت التجربه بالانتصار لان المراه حولت الرفض الظاهر الى نقاش لصالحها وكانت نتيجه ايمانها العظيم بركه عظيمه ايضا وتعلم التلاميذ بان العطف الالهي اكبر من الفوارق العنصريه وان خلاص معلمهم كان ينبوع ليحصل عليه الجميع فليساعدنا الرب ليكون لنا هذا الايمان والتصميم الذي كان لتلك المراه الفينيقيه انتهى وقت حلقه اليوم من برنامج المراه في نظر الله والى ان نلتقي بالحلقه القادمه سلام الرب معكم وان كان لديكم اي استفسار نرجو ان تراسلونا على العنوان الالكتروني ورقم الهاتف الظاهرين على الشاشه والى اللقاء